ايه اسباب سقوط البيبي المتكرر؟ كثرة الاجهاض بتخلي الزوجين قلقانين ان ممكن ما يكونش معاهم بيبي كامل، بيخليهم دايما نفسيتهم محبطة، وممكن يؤدي الى تكرار السقط تاني. من اهم اسباب الاجهاض المتكرر وجود تشوهات في الجنين، ودي من حكمة ربنا انه بيخلصنا منه بدري. بس في اسباب تانية بقى، زي امراض سكر، ضغط، زي الاوضه اللي قاعد فيها البيبي، ممكن يكون فيها حاجز، الاوضه ضيقه فالبيبي بينزل. فانصح اي سيده عندها سقوط متكرر انها تستشير استشاري نساء على اساس يوصل للسبب، لان اسبابها كتيره جدا. النفسيه رقم واحد، اذا نفسيتها هديت واقتنعت ان نزلوا دولت كان سببهم تشوهات في الجنين وان ربنا خلصها منهم، ممكن تهدى وتكمل الحمل اللي بعد.